كمل المبلغ الحين. حطه 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 الله يعافيك في الشنطة. إن شاء الله إن شاء الله. سم سم. هذا هلا الله. الحين يا شيخ فتحي كم معك من رزمة؟ معي طال عمرك 5 من الرزم. والرزمة كم فيها؟ كل رزمة فيها 50,000. حلو، يعني 250,000 ريال. ترمي نفسك، يعني 250,000 ريال. طيب وش رايك يا شيخ فتحي انك تقرا عليها عشان يتباركون ويكثرون؟ يا حبي لهن يا حبي لهن، اللهم بارك فيهن وما عند الله اكثر. طيب الحين لو انا اجيب ارزم اللي عندي تقرا عليهن؟ اي اقرا عليهن. انت كم عندك انت اصلا؟ عندي 350,000 ريال يا شيخ. عندي 350,000 ريال. تصدق لو احرص عليهن، يعني احرص عليهن في القراءه اقلبها دولار؟ تنكت. لا انا اقول كل واحد يقرا على ارزمه. ما ابي. وهاي 100,000 ليره. ليره؟ وشو؟ قصدي 100,000 ريال. شو راحتي قلبي في حلال. اي زين 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 زين. صار الحين بالرزمه كم بالرزمه؟ 7 رزم يعني 700,000 ليره. 700 وش ليرته يا بنت الحلال وذتين انت؟ اسف ابن عمي، قصدي 700,000 ريال. ايه زين 700 هنا ابن عمي. ايه بقدي رح تدخل بالشركه معهم؟ 1,200,000 1,250,000 حوالي. يعني ما رح يبقى معنا شيء؟ شلون يا ذي خب علينا الدراهم تقول سيل حمود هذا بلوه يطربه بلوه بلوه بلوه. رح نقدر نشتري مزرعه بالضيعه؟ تقدرين تشرين الضيعة كلها إن شاء الله. أخ محمد ممكن أعرف كم استلمت من كل مساهم؟ طال عمرك استلمنا من أبو ظاري. لحظة أبو ظاري؟ نعم. أيوة 1,250,000 ريال كاش. ومن السيد عبد الكريم. عبد الكريم 300,000 ريال كاش. أيوة. واستلمنا من الشيخ فتحي 250,000 ريال كاش. الشيخ فتحي 250,000. أيوة. وعنا استلمنا من أبو ناصر. أبو ناصر 4,000,000 ريال كاش. أوكي. ومن أبو سعد 5,000,000 ريال كاش. التوتال كم طلع عندك؟ يصير المجموع عندنا كله 10,800,000 ريال. 10,800,000. زين سجل علي 9,200,000 سويها بشيك مصدق. كم صار لي مالي عندك؟ بيصير عندنا طال عمرك 20,000,000 ريال. 20,000,000 ريال. لو تكرمت ممكن تسجل عندك؟